بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 59 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه. وعن أبي قال: المحصب والأبطح والخيف، ثلاث أسماء لموضع واحد. المحصب والأبطح، يقول لك نزل النبي بالأبطح أو بالبطحاء أو نزل بالخيف أو نزل بالمحصب، ويسموه يوم التحصيب حيث نزلوا فيه. كل ده تلاقيه موجود في الأحاديث، ألفاظ متفاوتة لموضع واحد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 27 بعد 203,000، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. والوقت موضعه اللي هو عند مسجد الخيف. عارف مسجد الخيف؟ في أوائل منى كده، اللي راح حج يعني عارف. مسجد كبير اسمه مسجد الخيف أو يقال الخيف، ويقال إن أول من صلى عنده أبونا آدم عندما حج البيت، وكان كل نبي يصلي في هذا الموضع، ثم تحول إلى مسجد كبير بعد ذلك. اختلف الصحابة هل النزول فيه يوم النفر، يوم النفر اللي هو يوم ما آخر يوم في الرمي، هل النزول عنده والصلاة عنده سنة ولا كانت اتفاقا لأنها كانت في طريق النبي للذهاب إلى مكة. ذهبت ستنا عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبعض من وافقها أنه كان نزول اتفاقي وليس سنة، نزول مجرد اتفاقي لأن ده كان في طريقه. وذهب سيدنا عبد الله بن عمر وكذا الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أنه سنة، فعلها النبي وفعلها بعده سيدنا أبي بكر طول فترة خلافته، وسيدنا عمر طول فترة خلافته كانوا ينزلون في هذا الموضوع. فالأمر فيه إيه؟ خلاف. لكن من قال أنه سنة لا شيء في من تركه، لا شيء عليه، يعني لا يجب في حقه دم ولا حتى يستحب دم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. دي رأي مين؟ سيدنا عائشة. نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، لأنه كان في طريقه إلى مكة وللمدينة في نفس الوقت، يعني
طريق مشترك، اذا اراد ان يذهب مكه يعدي عليه، واذا اراد ان يعود للمدينه يعدي عليه، فكان نزوله اتفاق. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنيه ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثناه ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الابطح. قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك، وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واحمد بن عبده واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء. يبقى يوافق ستنا عائشه، سيدنا عبد الله بن عباس مذهبه يوافق سيدتنا عائشه امنا رضي الله عنها وارضاها. قال ليس التحصيب بشيء، يعني النزول بالايه؟ بالمحصر. التحصيب يعني النزول بالمحصر، زي نقول التقطيم يعني النزول بالمقطم، التعتيب النزول بالعتبه، فهمت ازاي؟ التقهير النزول بالقاهره، التمصير النزول بمصر، وهكذا، فهمت ازاي؟ يبقى التحصيب معناه ايه؟ معناه النزول بالمحصر. يعني انتوا دلوقتي ايه؟ متقطمين. ليه؟ لانكم نازلين بالمقطم حاليا. يبقى قال ليس التحصيب بشيء، ده سيدنا عبد الله بن عباس، يعني ليس بسنه يعني. وهو النزول بالابطح او الخيف او المحصر. كل ده بمعنى واحد. انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزول اتفاقي يعني. كان في طريقه حركته، طالما في طريق عودته وحركته يبقى ده نزول اتفاقي وليس نزول مقصود نسك يعني. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته. أبو رافع ده كان على ثقل النبي، يعني كان مسؤول عن متاع النبي، كويس، خادم من خدام النبي رضي الله عنه. فبيقول ده النبي لم يأمرني أن أنزل هنا، أنا بس لقيت المكان ده فاضي فحطيت متاع النبي فيه وعملت قبة النبي، فالنبي لقاها فقعد فيه. يعني كانها نزول اتفاقي يعني، فهمت معنى؟ قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسؤول عن متاع النبي. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. لأن عملوا اتفاقية قطيعة النبي في الأول خالص أيام المحاصرة في أول الدعوة، عملوا هذه الاتفاقية القطيعة وكتبوا صحيفة المقاطعة في هذا الموضع، واخد بالك، إنهم لا يقاطعوهم وإنهم يدخلوا شعب بني طالب وإنهم لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا ولا ولا، معروفة في أول إيه الدعوة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني تقاسمت قريش على الكفر القطيعة الرحم، الكفر هنا اللي هو قطيعة الرحم.
وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بذلك المحصب. يبقى الخيف هو المحصب هو الأبطح، معنى واحد خلاص. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. باب وجوب المبيت بمنن ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. المبيت بمنى أيام التشريق هل هو واجب من واجبات الحج أو سنة من سنن الحج؟ إن قلنا أنه واجب يبقى يجبر بدم، وإن قلنا أنه سنة يبقى لا يجبر بدم، بل يستحب الدم خروجا من الخلاف، بس يستحب ولا يجب. من ذهب إلى سنيته الإمام أبو حنيفة فعنده المبيت بمنى أيام التشريق سنة عند الإمام أبو حنيفة، ومن ذهب بوجوبه الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومن وافقوه، قالوا أن المبيت بمنى واجب، فإن فاته يجبر بدم وحجه صحيح. طب وأقل المبيت اختلف فيه، عشان يقول ده بات في منى أقل حاجة إيه؟ الإمام الشافعي قال معظم الليل، معظم الليل يعني أكتر من نص، أكتر من نص الليل، يعني الليل عند الفقهاء يبدأ منين؟ الليل من غروب الشمس لطلوع الفجر، تشوف من غروب الشمس تغرب الساعة كام والفجر يطلع الساعة كام، وتحسب كام ساعة واقسم على اثنين تعرف ادي نص الليل، تزود عليهم ساعة بقيت ايه؟ معظم الليل. سهلة؟ يبقى مش ثابتة يعني، يعني ساعات العشاء تبدا الساعة مثلا 9 والفجر يبدا الساعة 5، ساعات العشاء تبدا الساعة 7 فجر جدا الساعة، فيبقى الليل بيختلف طوله على حسب فصول السنة، مش كده؟ فبتعرف انت نص الليل ازاي، مش شرط يبقى 6 ساعات بس، شرط يبقى عند الساعة 12، ممكن يبقى عند الساعة 11 نص الليل، وممكن يبقى عند الساعة 12 ونص نص الليل، وهكذا يبقى يختلف. الامام الشافعي عنده اقل المبيت في مزدلفة جزء بعد منتصف الليل، لحظة بعد منتصف الليل، ده أقل من في مزدلف. طب وفي منى أيام التشريق أقل المبيت معظم الليل، أقل المبيت إيه عنده؟ معظم الليل. وأكمل المبيت إنه يصلي العشاء والفجر هناك، ده أكمل المبيت، يصلي العشاء والفجر. والحمد لله الناس الوقت إيه عاملين خيام وبيقعدوا هناك، يتخانقوا ساعات ويذكروا ربنا ساعات وإيه ويأكلوا أحيانا وهكذا. اللي بيتخانق هناك المصريين، مشكلة، ربنا يهديهم. باب وجوب المبيت بمنن ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. أهل السقاية اللي هم قائمين على خدمة الحجاج، القائم على خدمة الحجاج هو الوقت المطوفين والسواقين، دول اسمهم قائمين على خدمة الحجاج. مطوف يعني مسؤول عن ايه؟ تفويج الناس وترتيب اماكن نزولهم في مكة واماكن نزولهم في المدينة، عنده مسؤولية، موظف. او مثلا البوليس اللي بينظم الحجيج اللي هم الشرطة، والمطوعين اللي هم قايمين على ايه؟ على تعليم الناس من مناسك الدين، فيبقى قاعد في مكة علشان بيجيله اسئلة يجاوبها للناس، وقاعد بعضهم قاعد في منى وهكذا. كل دول يبقى كل من قام على الخدمة يرخص له ذلك، يعني حتى لو قلنا بوجوبها فيبقى لو لم يبت لانه قائم على الخدمة لا شيء عليه. واضح؟
كان اللي قايم باهل السقايه ايام النبي مين؟ العباس. قال العباس هم اللي كانوا بيسقوا الناس وعندهم حياض كده كبيره، يعني زي البنيوهات الكبيره دلوقتي، عارف البنيو الكبير؟ حياض كبيره يملوها زمزم ويحطوا فيها زبيب ويحطوا فيها تمر عشان تبقى طعمها جميل، ويسقوا الحجيج ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كان قايم بيها مين؟ قال العباس، سيدنا العباس وقاله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منا من اجل سقايته فاذن له، عشان بيعد للسقايه، لان الحجاج بينزلوا، اللي يطوف طواف الافاضه وعايز يشرب من زمزم، واللي بيطوف طواف الوداع وعايز يمشي، واخد بالك ازاي؟ فبيعمل لهم خدمه السقايه، فاستاذن النبي من اجل ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يشرب من زمزم هناك شرب من نفس السقايه اللي بيشرب منها كل الناس. فسيدنا العباس لما رأى النبي قال كنا أعددنا لك حاجة خاصة، يعني بإيدها بدل ما تشرب من أيادي الناس، مكان أيادي الناس. فقال النبي إني أتبرك، أريد بركة المسلمين صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب زي ما الناس بتشرب، يحبش يتميز عن الأمة، وهو المتميز عن الخلق جميعا. كان لا يحب يعني يشرب زي ما بيشرب بيت الناس. كان سيدنا العباس بقى عايز يعمل له حاجة كده لكبار الزوار، ياخد بالك، لكن هو النبي يشرب زي ما الناس بتشرب صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جم بقى في عصر التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا سيدنا العباس لسه قاعد بيسقي الناس ايه؟ النبيذ. النبيذ يعني ايه؟ يعني زمزم ايه وحطت فيها تمر او ايه؟ او زبيب. فقالوا احنا بنشوف بعض الناس غيركم يا آل العباس بيسقوا العسل واللبن، ايه الحكايه؟ انتوا فقراء ولا بخلاء ولا ايه الحكايه؟ هل ده فقر ولا بخل؟ فهمت؟ فهم سيدنا العباس قال ابدا لا فقر ولا بخل الحمد لله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لما سقيناه هذا قال اجملتم واحسنتم وهكذا فاصنعوا، فنحن لا نريد ان نبدل رضي الله عنه جميعا. باب في الصدقه بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. الجلال اللي هي ما يغطى الهدي به من ايه؟ من قماش، يسموه الجلال، وهذا كله ايه؟ يتصدق به. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، يبقى جلالها ما تغطى من منسوجات وأقمشة حتى يكتسي بها الفقير. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها على سبيل الأجرة يعني، أما على سبيل الصدقة فممكن، يعني ممكن أعطي الجزار من الأضحية ما فيش مانع، بس أعطيها على سبيل الصدقة، مش أخصمها من الأجرة، أقول له أنا هدي لك 2 كيلو، 2 كيلو الكيلو ب70، يبقى دول ب100، يبقى أوصل لك 140 باقي أجرتك، ما ينفعش كده، كده اللي ما ينفعش، فاهم؟ يبقى ممكن تدي للجزار لا على سبيل الأجرة، بل على سبيل الصدقة ماشي. ولا وألا أعطي الجزار منها، يعني على سبيل الصدقة، على سبيل الأجرة يعني. قال نحن نعطيه من عندنا. وعن أبي قال وحدثناه، يعني نعطيه أجره خارج عن إيه؟ عن الذبح. أدي معنى من عندنا يعني. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النخعي. مهم الحتة دي، أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق، يبقى يجوز الوكالة في الذبح والتصدق. دي نقطة مهمة. افرض أنت مشغول وعايز تتصدق، ممكن توكل غيرك يعملها لك وتدي له التكاليف، جائز. يبقى يجوز التوكيل في الصدقة وفي الذبح وفي توزيع إيه؟ وفي توزيعها. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازري. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، يعني في أجرة الجزارة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم أجاز الحنابلة بيع جلود الهدي والأضحية والتصدق بثمنه، أجاز الحنابلة ذلك، يعني ممكن تاخد جلد ايه الـ 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 الهدي وتبيعها للناس اللي بتشتري الجلود، تاخد الثمن ده تتصدق به بدلا من ان تترك الجلود قد تفسد، يعني يمكن الفقير لو خدها ما يستفيدش بيها، لان بتحتاج رعاية معينة وصناعة معينة. فننصح بمذهب الحنابلة في هذه المسألة دلوقتي، بدل ما تترك الجلود تفسد، فلك انك انت تعطيها لمن يحسن استخدامها وتأخذ ثمنها منه ثم تعود بهذا الثمن على الفقير بدلا من ان تتركها تتعفن. لكن الشافعية لا يجيز هذا اصلا، يقول لك صدقة بس، عايز تديها اديها حتى للي بيستفيد بيها، اديها له صدقة بلا مقابل، واخد بالك؟ لكن لا تأخذ مقابلها ثمن بأي حال، لا تبيعها بأي حال، لكن الحنابلة يجيز بيعها. فهو مذهب لطيف يناسب أهل العصر الوقت في زماننا ده في المدن، لأن الوقت أنت ما بتعرفش تستفيد بالجلود وبتسيبها لما تتعفن، ولو اديتها للفقراء هياخدها يخليها تتعفن عنده. وممكن تعطيها للفقير هو ياخدها بقى يبيعها بقى يتصرف فيها، ما يجراش حاجة، لو قال لك أنا هتصرف فيها اديها له ما يجراش حاجة، لا شيء فيه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى
أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وآله, وآله وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. هل يجوز الاشتراك في الهدي أو الأضحية؟ فيها خلاف. الشافعية يجيز باش مشكلة، يجيز الاشتراك في الايه، في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر، حتى يجوز عند الشافعية انك تشترك بسبع بدنة ويكون الباقي عند الجزار يبيعه، يعني هو بيذبح لا للقربة، ده بيذبح للبيع والتجارة، فيجوز انك تشترك معه وتأخذ انت سبع للصدقة وهو الباقي تجارة، يعني مش شرط تبقى كل مذبوح كله عبادة، واخد بالك؟ وممكن تشترك ايه سبعة، واحد بيشترك هياخد سبعه ياكله، هيخزنه ويحطه في الديب فريزر، جاي بيذبحه ليه لنفسه لبيته، واحد تاني بيذبح عايز السبع ده عقيقة لابنه، والتاني عايز السبع ده نذر، والتالت عايز السبع ده أضحية، فهمت ازاي؟ والتالت سبع ده عامل عزومة وليمة عرس، كل ده جائز عند الشافعية، جائز، يعني مش شرط اتفاق نية المشتركين، لا يشترط اتفاق نية المشتركين، فهمت بقى المسألة دي؟ مذهب الشافعية متوسع فيها، لكن المالكية قالوا لا يجوز الاشتراك في الواجب، إن كان واجبا لا يجوز الاشتراك فيه، أما إن كان مستحبا فيجوز الاشتراك فيه، فأجازوا الاشتراك الشركة في الايه؟ في التطوع، ولم يجيزوا في الواجب، ده المالكية. وفي بعض المذاهب قالوا لا يجوز الاشتراك مطلقا، واخد بالك؟ لكن الدليل مع من اجاز الاشتراك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك في ايه، في البقر وفي البدر. لا يجوز الاشتراك في ايه، في الشياه، جنس الشياه والخراف لا يجوز، لانها بتبقى عن واحد، لكن الاشتراك يكون في البقر والايه، والجمال، الابل يعني، البقر سبعه على سبعة والجمل على سبعة، وإذا اشتركت في البقر والجمل يبقى البقر يكون عدى السنتين، عدى السنة يعني عدى سنتين وماشي في التالتة، ده البقر سنتين وماشي في التالتة. دلوقتي الناس اللي بيربوا بقر بيقول لك إن لما يقعد أكتر من سنة ونص بيبتدي يخس، وراحوا للدكتور علي جمعة في دار الإفتاء اللي بيربوا البهائم دي والحاجات دي والمزارع، قالوا له احنا لو قعدنا سنتين زي ما بيقول الفقهاء بيخس من بعد سنه ونص، يوصل اقصى وزن دي بعد سنه ونص، وبعد كده يبتدي يخس بالتدريج، على بعد سنتين يكون فقد من وزنه جزء كبير، فكده هيخسر الناس والفقير يضيع عليه لحم. فاجاز الدكتور علي جمعه بفتوى انه ايه، يجوز يبقى ايه، يبقى طالما ولا بلغ اقصى وزن له يجوز ان هو يضحى به ولو لم يبلغ السنتين، لان العله هي ايه، الوزن وكثره اللحم حتى يستفيد الفقير، واضح؟ وعشان كده دلوقتي المزارع ممكن تروح تشتري عجل وزنه كبير وسنه سنه ونص ويجزي، لكن لو قريت في كتاب الفقيه يقول لك سنتين تقول له ده لا يجزي، ما ينفعش، لان تغير النظام التربوي، فهمت بقى؟ فلما تغير، فالدكتور علي جمعه عمل فتوى ايام ما كان مفتي الجمهوريه واعطاها لاصحاب المزارع دي، ان اجاز لهم بيعها اذا بلغت ايه، اكبر وزن لها ولو لم تبلغ السنتين، واخد بالك؟ على ان تكون اضحيه او لا. انما في الجمال، في الجمال قالوا خمس سنين، جنس الجمال خمس سنين عشان يبقى جمل كده محترم، راجل مال وهدومه، واخد بالك؟ علشان يشترك فيه يعني، ويجزي أضحية أو هدية أو شيء من هذا. اشتراك على سبعة. ها؟ اشتراك على سبعة. يشتركوا سبعة يعني. يبقى لو اشتركوا أربعة يبقى من باب أولى. صح. لأنه يبقى اشتركوا زيادة. لكن ما يشتركوش ثمانية. أقصى حاجة سبعة. فاهم؟ لو ستة مفيش مانع. خمسة مفيش مانع. واحد لوحده ما فيش مانع، يبقى عامله بزياده. فهمتني بقى ازاي؟
جزء الاشتراك في واجب عند الملكية. ايه الواجب ده؟ ما كل التطوع، ما كل التطوع. ليه؟ الواجب زي النذر يعني؟ واحد نذرها على نفسي. ادي واجب. او مثلا الهدي اللي بيذبحه المتمتع القارن، ما هو ده واجب في حق، مش كده برضو؟ او يكون فدو، يعني عقوبة، يعني عمل محظور من المحظورات، فواجب في حقه انه يذبح. فهمتني بقى ازاي؟ فده عند الملكية لا يجوز الاشتراك فيه، لكن عند الشافعية يجوز، ما فيش مشكلة. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة ومعلوم أن دم الإحصار اللي في الحديبية ده دم الإحصار واجب واشتركوا، فده دليل لمذهب الشافعية على الملكية. فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لأن دم الإحصار واجب، وهنا بيقولنا نحرنا البدن عن سبعة، فدل على أنهم اشتركوا في الواجب والملكية لا يجيزون، يبقى ده دليل لمذهب الشافعية. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حيا قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. إيه الفرق البدنة والجزور؟ البدنة اللي هي بتساق معاك من عند الميقات، والجزور اللي انت بتشتريها هناك. فهمت؟ فبيقولوا ولو اشترينا من هناك كمان ينفع نشترك، ولا الاشتراك في اللي احنا جايبينها معنا؟ ادي السؤال يعني. فقال ما هي الا من البدن. هو الجزور ايه يعني؟ مش جمل برضو ولا ايه؟ سيدنا جابر ابن عبد الله بيقول له كده، ايه الفرق يعني؟ جايبه معايا، جبته من هنا، ايه اللكلكه اللي انت بتعملها دي؟ في اسئله اصلها تفور الدم. احنا بنقول لك بنشترك في البدنه، تقول لي الجزور يعني لو اشتريناه من هناك ما ينفعش؟ ايه السؤال ده؟ او ده زي سؤال برضو بيقول لي طيب لو كانوا في بتاع السبع ده، يقول لي طب لو سته، طب ما هو ستة من باب أولى، لأنه بقى سبع وزيادة. فاهم؟ فالأسئلة بقى إيه اللي هي إيه بتبقى مش مدروسة دي، مش كتيرة، هتلاقيها كتيرة موجودة في كل عصر وفي كل مصر، واخد بالك؟ والعقليات دي موجودة من زمان وهتفضل موجودة برضه إن شاء الله يوم القيامة. وجعلنا بعضكم ببعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتصبر شوية وتجاوب، ما يجراش حاجة، إن شاء الله يتعلم. لكن سيدنا جابر ما دمه ما فرش ولا حاجه زي حالاتي كده، لانه ناس متادبه بالادب النبوي الكبير. فقال له ايه؟ لو انا مثلا كنت شخطت فيه قلت انت ما تفهمش، لكن ايه؟ شوف الصحابه بقى مؤدبه، حاجه ادب جميل عالي، ادب نبوي، فربنا يادبنا بادبه. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. يبقى 70 في 7، تم تعرف عددهم على فكرة. ها؟ 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 70 في 7 ب 400،
وتسعين، يبقى 490 واحد اشتركوا ايه في سبيل. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذا احللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. ومعروف ان ايه ان الهدي بتاع المتمتع واجب فبيشتركوا في الواجب. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. باب نحر البدن قياما مقيدا. يسن يعني والافضل والايسر على الجزار انه ينحر البدن الجمال يعني وهي واقفة، ما فيش داعي ينيمها لانها بتبقى صعبة، عشان تنيمها وترقدها على جنبها كده وتتمكن منها قد يتعرض الجزار الى ايه الى ضرر، لانها قد تهجم عليه. ففي الحالة دي يقيدها وينحرها وهي واقفة، يعني رقبتها طويلة يوم يجي في اخر الرقبة عند بداية الجزع وهي واقفة كده ويروح ايه عامل كده يقوم يطلع الدم خرطومين الدم كده فتقع هي. عشان كده ربنا بيقول فإذا وجبت جنوبها فأطعموا القانع والمعتر. وجبت يعني وقعت سقطت بعد الذبح، فدلت الآية وجبت جنوبها يعني سقطت، دل على أنها كانت بتنحر واقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عصره يعني ينحروا الجمال والحاجات دي بالطريقة دي. والفرق بين النحر والذبح ايه؟ الذبح انك انت تذبح عند التقاء الرأس بالرقبة، ده اسمه الذبح. النحر عند نهاية الرقبة مع الجزء، فهمت ازاي؟ فالنحر في طويل الرقبة والذبح في مقصوف الرقبة في قصير الرقبة، فهمت؟ الخروف قصير الرقبة، المصريين يقولوا مقصوف الركب رقبة يعني قصير، يبقى الذبح في الخراف في الماعز، والنحر في الجمال والزراف والنعام، كل ما هو طويل الرقبة، فهم؟ ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. كل ده نيجي ندرسه في باب ايه تزكية الايه الذبيحة. يعني في الجمل لو انا طلته وذبحته مش نحطه تحت يمشي صح، يبقى يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. باب نحر البدن قياما مقيدة. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.